I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living." Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on. Make sure you got something to fall back on, honey. But I never understood that concept, having something to fall back on. If I'm going to fall, I don't want to fall back on anything except my faith. I want to fall forward. I figure at least this way I'll see what I'm going to hit. Today's the beginning of the rest of your life. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الدراري عندنا الحلقة الثانية من كون أسطورة في الدوري المغربي الدراري. فإلا عندكم الخوت شي أفكار أخرين خلوها لي في التعليق، وشكرا على الدعم ديالكم الدراري على طول المقاطع اللي كيدوزوا في هاد القناة هادي. فإلا كنت جديد مازال ما مشتركش في القناة، تشترك معنا وخليو معاكم شي لايكات الدراري، والتحدي في هاد الفيديو هذا نوصلوا 400 لايكات الدراري. فبلا ما نطول عليكم يلا بينا الفيديو. قبل ما نبداو الدراري غنطلعوا التعليق ديالكم. اذا اول تعليق ديال عمر ديديكاس لك اخي عمر في هذا التعليق هذا، وعندنا هنا ديديكاس لعمر وحذيفة وادم، ديديكاس لكم في هذا التعليق هذا. عندنا ديديكاس ديال سعد، اذا ديديكاس اخي سعد في هذا التعليق هذا، شكرا للدعم. عندنا ديديكاس ديال وليد الامين، ديديكاس لك في هذا التعليق هذا. وعندنا ديديكاس الامين سيدي بن نور، ديديكاس الناس سيدي بن نور الخوت. وعندنا ديديكاس هنا بالخير، اذا ديديكاس بالخير من وجده في هذا التعليق هذا. وعندنا ديديكاس ديال سعد، اذا ديديكاس لك في هذا التعليق هذا وشكرا على الدعم. عندنا ديديكاس لعبد الملك في هذا التعليق هذا الدراري، شكرا على الدعم وديديكاس لك. عندنا ديديكاس لسليمان كذلك في هذا التعليق هذا، اذا ديديكاس لسليمان شكرا على الدعم. عندنا ديديكاس لانوار، ديديكاس لك اخي وشكرا على الدعم. اذا عندنا ديديكاس للمهدي، ديديكاس لك في هذا التعليق هذا وشكرا على الدعم. عندنا ديديكاس لعمر من فاس، اذا ديديكاس لعمر من فاس هذا التعليق هذا. وعندنا ديديكاس ديال الياس كذلك في هذا التعليق هذا وشكرا على الدعم. وعندنا كذلك ديديكاس هنا رضا، اذا ديديكاس للرضا في هذا التعليق هذا وشكرا على الدعم. وعندنا ديديكاس ديال الناس ديال الاقليم الرشيديه، اذا ديديكاس الاقليم الرشيديه. وعندنا ديديكاس ديال ياسين في هذا التعليق هذا كذلك وشكرا على الدعم. اذا الخوت اللي بغى نطلع التعليق ديالو خليه في التعليق ونطلعوا بكل فرحه الدراري. اذا جدول المباريات عندنا الجوله السابعه مع اولمبيك اسافي، اذا غنبداو بها الخوت المسيره ديالنا. عندنا المباراه كذلك ديال الجوله الثامنه مع الفتح الرباطي في الدوري المغربي، وعندنا الجوله الرابعه في تشامبيونز ليغا الدراري كذلك، وعندنا الجوله مع الدفاع الجولة التاسعة الدراري في الدوري المغربي. إذا نتمنوا الدراري نبقاو رسميين مع الرجاء. إذا نمشيو الرسائل المباشرة، إذا ستبدأ المباراة بمركز لاعب وسط مهاجم. إذا غنلعبوا هذه المباراة هذه ديال أولمبيك أسافي. دابا غنمشيو ديال تقييم اللاعب الدراري أولا هكا. إذا الخوت بالنسبة للمشاركات عندنا أربعة، تصنيف 6.9 الدراري. عندنا الأهداف هنا صفر الخوت، صناعة الأهداف جوج مرات الدراري. إذا دابا غنمشيو ديريكت الخوت المباراة ديالنا اللي كتجمعنا مع أولمبيك أسافي الجولة السابعة. اذا اولمبيك اسافي والرجاء الخوت الجوله السابعه من الدوري المغربي. غنمشيو الخطه اللاعب باش نشوفوا التشكيله الدراري. اذا بالنسبه للتشكيله انا لاعب راس الحرب الدراري، كاين الحفيدي، حميده، حداد، متولي، نقومه، الوردي، مذكور، حدادي. عندنا السند الخوت، عندنا النقاح، عندنا الزنيتي في الحراسه. هذه هي التشكيله ديال الرجاء. اذا الخوت الرجاء اولمبيك اسافي الجوله السابعه من الدوري المغربي مع مباراه غير عاديه، ونحن معكم الآن في تغطية حية مباشرة من قلب الحدث، حيث الحضور الجماهير الكبير، وفرة النجوم، أشياء كثيرة تجعلنا نتوقع مباراة كبيرة. الشيء الصعب في هطول الأمطار. إذا الخوت كتاق الكرة الفريق الرجاء، نحاولوا الخوت نبقاو ضاغطين باش نماركيو الدراري في هذه المباراة هذه ونبقاو أساسيين مع فريق الرجاء. يلا الحفيدي، نحاولوا الدراري نبقاو نطلبوا له كرة هنا في الوسط. يلا نمروا من بعيد، أول تسديدات الدراري وضاعت هذه الكرة هذه، مشات الركنية مباشرة. إذا هذه الركنية نحاولوا ندخلوا في مناطق العمق ونطلبوا الرأسية، وضاعت الدراري، ضاعت هذه الكرة هذه على الرجاء. إذا هذه الرأسية الخط وضاعت لي أول كرة الدراري. إذا ضاعت الخط نحاولوا نعوضها في محاولات أخرى لمجين. إذا الخط هنا الركنية مرة أخرى الدراري، نحاولوا نطلبوا كرة، نطلبوا كرة، يلا رأسية وضعيفة الخط هذه. هذه الحارس ديال أولمبيك أسافي وضاعت هذه الكرة هذه.
إذا هذه كرة مرة أخرى رجاوي وصلنا لدقيقة 72 الدراري ما زالت النتيجة 0-0 يلا من بعيد لكن سهلة عند الحارس القضية الأولمبيك سافي. إذا هذه كرة مرة أخرى رجاوية نحاول نطلقوا باس يلا اللاعب الدراري الطاقة ديالو الخوتعيات مرة أخرى لكن ضاعت هذه الكرة هذه كترجع الأولمبيك أسافي بقاو ضاغطين نطلقوا كرة يلا هذه كرة مرة أخرى رجاوية وصلنا الخوت دقيقة الأخيرة لازالت النتيجة الدراري 0-0 وسال الماتش بهذا الإطار هذا الدراري 0-0 إذا نقطة واحدة فقط مع هذا الماتش مع أولمبيك. إذا الخوت الجولة السابعة كما كتشوفوا نقطة واحدة فقط احنا في المركز الثالث 15 نقطة والمركز الأول الوداد 21 نقطة الدراري. إذا الخوت بالنسبة للمشاركات 5 المشاركات 6.9 تصنيف. إذا الدراري دابا عندنا مباراة مع الفاتحة الخوت إذا الفاتحة نشوفوا الرسائل واش غنلعبوا هذه المباراة هذه. إذا ستبدأ المباراة بمركز لاعب وسط المهاجم غنلعبوا هذه المباراة هذه الخوت مع الفاتح. إذا إلى مباراة مباشرة إذا الفاتح والرجاء الخوت للجولة الثامنة ركلة البداية. اليوم كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة بقي على الفريقين ليقدم أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس وبطبيعة الحال كل شيء أصبح لك الطاق الكرة للفاتح الحول والدراري في هذه المباراة هذه أماركي والخوت يلا مرة أخرى هذه رجوية يلا نحاول نمروا الدراري مباشرة نطلقوا باس وندخلوا في مناطق العمق نطلبوا كرة في مناطق العمق يلا طلق باس لكن ضاعت على الرجاء الدراري الكرة يلا لازالت رجاوية وصلنا لدقيقة 32 الدراري لازالت نتيجة 0-0 نحاولوا الخوص ماركيو يلا نحاولوا نمروا من بعيد يلا هذه خصنا نحطوها في الشبكة با هدف عالمي الدراري أول أهداف ديالي بقميص الرجاء الخوص مع الفاسح الرباطي. إذا 1-0 الدراري الرجاء وأول أهداف ديالي الدراري إذا 1-0 إذا الخوت تمكن باش ماركيو الهدف الأول على الفاتحة الدراري إذا 1-0 وأول أهداف قميص الرجاء نتمناو الخوت باش نبقاو نزيدو في الغلة ديال الأهداف باش نبقاو في التشكيلة الرسمية ديال الرجاء. هذه هي الإعادة الخوت ديال الهدف إذا الهدف ولا أروع من بعيد ديريكت في الشباك الخوت ديال الفاتح. إذا هذه الإعادة الخوت من جهة أخرى إذا نشوف الخوت هنا مريت كرة ومباشرة سدت للشبكة الدراري وصبحت النتيجة 1-0 إذا هذه كرة مرة أخرى رجاوية نحاولوا نبقاو ضاغطين الدراري ونزيدوا من غير الأهداف تلقى باس يلا نحاولوا نطلبوا كرة يلا تيري دابا لكن الدفاع الخوت ديال الفاتح وضاعت. إذا هذه كرة مرة أخرى رجاوية يلا تلقى باس يلا حميدة حداد تلقى باس مرة أخرى يلا العرجول لكن ضاعت عليه هذه الكرة هذه الخوت. إذا هذه كرة رجاوية يلا الحفيدي كيمر بهذه الكرة هذه نحاولوا نساعدوه مع الخوت ندخلوا في وسط كطلق باس مرة أخرى يلا الرأسية لكن دفاع الدراري ديال الفتح وضاعت هذه الكرة هذه يلا مرة أخرى لازالت رجاوية يلا الحفيدي يلا نحاول نمر مزيانة هذه الدراري اللاعب عيال الخوت عيال الطاقة ديالو تسالت الدراري لازالت كرة رجاوية الحفيدي نحاولوا الدراري نعليو الكرة لكن الدفاع الخوت ديال الفتح ما كاينش من يتمر يلا واحد يخرج يطلق باس لكن ضاعت الدراري مع الدفاع ديال الفتح. إذا هذه كرة أخيرة نحاولوا الدراري نساعدوا الفريق ديالنا في مناطق الدفاع. إذا هذه كرة الفتح خرج كرة مناطق الدفاع ما بقاو لي صالة الماتش. إذا صالة الماتش الدراري ثلاثة نقاط جديدة في الدوري المغربي على الفتح الخوت تمكنت باش نماركي الهدف الأول ديالي اللي كان على الفتح. إذا 1-0 الخوت ثلاثة نقاط جديدة في الدوري المغربي. إذا الدراري هذا هو التصنيف ديال لاعب الخوت 6 المشاركات هدف واحد فقط جوج صناعات الأهداف 7 التصنيف ديالو الدراري. إذا الخوت دابا عندنا مباراة الدراري في تشامبيونز ليغ الجولة الرابعة إذا نمشيو للمباراة ديريكت لكن الخوت خبر صادم الدراري إذا اللاعب يعاني من الإصابة سيغيب الخوت وقت التعافي جوج الأسابيع الدراري إذا جوج الأسابيع جوج السيمانات الدراري هذا نرجعو باش نبقاو نلعبو مع الرجاء نمشيو مع الرسائل هكا. إذا اتخذ الفريق الطبي قرار بشأن تعافي ولم يسمحوا لك باللعب بعد أن أخشى أنك لن تلعب اليوم من الأفضل أن تركز على أن تتعافى بالكامل. إذا الخوت غنغيبوا جوج سيمانات على فريق الرجاء غنبقاو نشوفوا نتائج المباريات فقط. إذا غنمشيو الدراري التالي مباشرة ونشوفوا النتيجة. إذا الخوت تغلبت الرجاء بجوج لصفر في الجولة الرابعة في تشامبيونز ليغ غنمشيو نشوفوا الخوت الترتيب ديال الرجاء في تشامبيونز ليغ. إذا حنا في المركز الأول الدراري 10 نقاط والتعاون في المركز الثاني 6. إذا الدراري دابا عندنا مباراة مع الدفاع الحسني الجديدي في الجولة التاسعة من الدوري المغربي نمشيو الرسائل. إذا من الأفضل أن تركز على أن تتعافى بالكامل. إذا ما نلعبوش طار المباراة هذه الدراري وغنشوفوا النتيجة فقط الخوت. إذا نخرجوا مباشرة ونشوفوا النتيجة الدراري.
اذا نديروا التسالي ونشوفوا النتيجه. اذا الخوت الجوله التاسعه تغلبت الرجاء ب1-0 على الدفاع الحسني الجديدي 3 نقاط جديده، ورجعنا في المركز الثاني الدراري ب 21 نقطه والمركز الاول الوداد 25 نقطه. اذا الدراري دابا عندنا مباراه مع سريع واتزم، نقدروا نلعبوا هذه المباراه هذه الدراري، نمشيو الرسائل نشوفوا الخوت هكا. اذا الدراري اتخذ الفريق قرار بشان التعافي ولم يسمحوا لك باللعب بعد ان اخشى انك لن تلعب. اذا الخوت نديروا التسالي ونشوفوا النتيجه فقط. اذا الدراري غلبت الرجاء 3-1 على سارع واتزم الجوله العاشرة. اذا الخوت بالنسبه للترتيب احنا في المركز الثاني ب 24 نقطه، المركز الاول الوداد. دابا الدراري عندنا مباراه مع الوحده الخوت في تشامبيونز ليغ. اذا اريد اللاعب فحسب الخوت، اذا اللاعب رجع من الاصابه الدراري وغنلعبوا هذه المباراه هذه مع الوحده الجوله الخامسه في تشامبيونز ليغ الدراري. اذا اللاعب رجع مباشره تعافى الخوت من الاصابه. اذا غنمشيو الرسائل هكا. اذا ستبدا المباراه بمركز لاعب وسط مهاجم، اذا الى المباراه مباشره الدراري بعد العوده مباشره. اذا رجع الخوت للجوله الرابعه من تشامبيونز ليغ ركله البدايه. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم، كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين، اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره. اذا الدراري هنا كتطلق الكره واول لمسه بعد الرجوع من الاصابه الدراري. اذا نحاولوا ندوروا الكره مع الفارق كيف العاده الخوت باش نماركيو الدراري ونبقاو رسميا الدراري في الرجاء، ونتمنوا ما تعرضوش لاشياء اصابه الخوت مستقبلا. يلا مره اخرى نحاولوا نطلبوا كره في مناطق الوسط، مره اخرى يلا نحاولوا الدراري ندوروا كره مع اللعابه ديال الرجاء. مره اخرى حداد، هذه لازالت كره رجاويه، نحاولوا نمروا الدراري، يلا نحطوا هذه في الشبكه، لكن ضاعت الخوت، ضاعت هذه الكره هذه واول محاوله الدراري وضاعت بعد الرجوع من الاصابه مباشره. اذا هذه هي اللخطه الدراري وضاعت هذه الكره هذه بغرابه الدراري. اذا معليش نعوضوا الخوت محاوله لمجين. اذا هذه الكره مره اخرى نحاولوا نمروا الدراري، يلا اطلق باس، الله مره اخرى يلا متولي حاول تفتح الطريق مره اخرى هكا. يلا حميده حداد طلق باس، نحاولوا نمروا الدراري لكن الدفاع ديال الوحده، نحاولوا نرجعوا لوراء الخوت وندخلوا في مناطق العمق باش نطلبوا الكره الدراري باش تمكنوا نماركيو الهدف الاول. يلا نحاولوا نمروا هكا ديريكت، طلقوا باس طويل لحميده حداد، يلا حميده حداد حاول تسدد هذه الكره هذه مره اخرى. يلا نحاولوا نمروا من الاول الثاني، حط 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 وضاعت الخوت الكره هذه بغرابه الدراري. اذا ضاعت هذه الاعاده الدراري ديال هذه المحاوله هذه الخوت. اذا الدراري مرت من الاول والثاني الخوت، لكن التسديده كانت بعيده على المرمى الدراري. اذا هذه كره مره اخرى للوحده، يلا خرج كره مناطق الدفاع على ما يبدو الحكم كيحتسب ركله الجزاء الخوت. اذا ضربه جزاء للوحده الخوت دقيقه 41 اللي ارتكبوا اللاعب للرجاء الدراري. هنا مناقشه مع الحكم. اذا هذه هي الخطا الدراري اللي كان على اللاعب ديال الوحده الدراري. اذا على ضربه جزاء، يلا الزنيتي حاول تجبد هذه الكره هذه الزنيتي، الزنيتي الخوت كيلتقط بسهوله هذه ركله جزاء الدراري وضاعت على الوحده. يلا هذه كره رجاويه، حاولوا نطلبوا كره، يلا نحاولوا نمروا من بعيد، لكن الدفاع ديال الوحده الدراري وضاعت هذه الكره هذه كترجع للوحده. اذا هذه كره رجاويه مره اخرى، نحاولوا نطلبوا كره، اللاعب الخوت كما كتشوفوا الدراري اللاعب الطاقه ديالو تسالات الدراري، نحاولوا نمروا لكن الدفاع، يلا نزلت الرجاويه، يلا خرج كره من بعيد، يلا ميتولي ميتولي، هدف عالمي الدراري ميتولي. اذا 1-0 الخوت اذا الرجاء تمكنت باش تماركي الهدف الاول. اذا هذا هو محسن ميتولي والاهداف الاولى على الوحده الخوت. اذا في الجوله الرابعه الجوله الخامسه الخوت من الشامبيونز ليغ دور المجموعات. اذا هذه الاعاده الخوت الهدف ولا اروع ديال محسن ميتولي و 1-0 الرجاء. يلا هذه كره مره اخرى طلق باس، يلا الخوت وصل للدقيقه 80 الدراري والنتيجه لا زالت 1-0 الرجاء. نحاولوا نمروا من بعيد لكن الخوت الدفاع ديال الوحده وضاعت هذه الكره ديال الرجاء. اذا الخوت هذو الدقائق الاخيره نحاولوا نبقاو ضاغطين الدراري وتبقى النتيجه 1-0. يلا لكن هنا تسلل، نحاولوا نرجعوا الدراري هكا نطلبوا الكره، لكن ضاعت الدراري ولا احد لاعب سهله الخوت نتاها الطاقه ديالو سالات. اذا سال الماتش الدراري 1-0 3 نقاط جديده في الشامبيونز ليغ الخوت الجوله الخامسه. اذا هذو نتائج الجوله الخامسه في الشامبيونز ليغ، تمكنا باش نحققوا 3 نقاط، رجعنا في المركز الاول الدراري 13 نقطه والمركز الثاني للتعاون. اذا الدراري الاحصائيه اللاعب 7 المشاركات هدف واحد جوج صناعه الاهداف. اذا الخوت دابا عندنا مباراه مع شباب السوالم، نتمنوا نماركيو في هذه المباراه هذه والخوت. اذا غنلعبوا ستبدا اللاعب وسط مهاجم، اذا الى المباراه مباشره. اذا شباب السوالم وفريق رجاء الجوله 11 من الدوري المغربي ركله البدايه.
مرحبا بكم معنا في هذا اليوم، الأجواء الكبيرة جدا. يسعدني أن أكون موجود معكم في التعليق على هذه المباراة الكبيرة المثيرة المنتظرة. أجواءها غير عادية على مستوى الحضور الجماهيري، كل شيء تقريبا رائع في هذا اليوم. السماء أيضا صافية، الطقس رائع. إذا كتطلق الكرة الرجاء الدراري مع شباب السوالم، نحاولوا نماركيو في هذا الماتش هذا الدراري بعد الرجوع ديالنا للإصابة. الخوت كنا غاديين مزيان الدراري، لكن الإصابة جات وحرمتنا من اللعب، ولكن غنرجعوا الخوت ونرجعوا للواجهة مرة أخرى، نحاولوا نمروا. يلا هذه لازالت كرة رجاوية، يلا يلا خرج، لكن الدفاع ديال شباب السوالم وضعت. يلا هذه كرة رجاوية مرة أخرى، يلا نحاولوا نهربوا هنا المساحة الدراري، هنا المساحة، هنا المساحة، نحاولوا نمروا مرة أخرى. يلا نطلقوا باس طويل لحميدة حداد، لكن الدفاع ديال شباب السوالم الخوت عامرين الدفاع. إذا هذه كرة مرة أخرى رجاوية، نحاولوا نطلقوا باس مع الحافيدي، يلا الحافيدي، الحافيدي خرج كرة. لا نحاول نمروا الدراري، نحاول نمروا من بعيد، لكن الحارس الدراري شباب السوالم وضاعت هذه الكره هذه على الرجاء. اذا الخط ضاعت هذه الكره، هذه هي الاعاده الدراري شباب حارس شباب السوالم تالق وجبد الكره. اذا هذه كره مره اخرى شباب السوالم، نحاول نقطعوا كره لكن الحكم كيحتسب الخطا. وصلنا دقيقه 89، النتيجه لا زالت 0-0 الدراري. اذا هذه كره لشباب السوالم، اذا نحاولوا الخوص ما يماركوش علينا الهدف على الاقل، تبقى نقطه واحده في الماتش الدراري. اذا هذه كره شباب السوالم، يلا خرج كره، خرج كره، نحاول نمروا، لكن صلى الماتش الدراري والتعادل سلبي 0-0. اذا النتيجه 11 الخوت الجوله 11، نقطه واحده فقط مع هذه الجوله هذه الدراري. اذا غنشوفوا الترتيب الدراري، حنا في المركز الثالث 25 نقطه الدراري، المركز الاول الوداد 27 نقطه. اذا الدراري 8 المشاركات الاهداف هدف واحد، صناعه الاهداف جوج مرات. دابا الدراري عندنا مباراه مع اتحاد طنجه ونحاولوا نماركيو في هذا الماتش. هذا نمشيو الرسائل. اذا ستبدا المباراه بمركز لاعب وسط مهاجم، اذا غنلعبوا اساسيين في هذه المباراه هذه ديال اتحاد طنجه الدراري، لاعبين خارج الديار. اذا الى مباراه مباشره، اذا اتحاد طنجه والرجاء الجوله 12 من الدوري المغربي. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة، بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس وبطبيعة الحال. إذا كانت تاخذ كرة اتحاد طنجة، نحاولوا الخوت نبقاو ضاغطين باش نتمكنوا الدراري باش نماركيو الهدف الأول الخوت بعد العودة من الإصابة. إذا هذه كرة لاتحاد طنجة، لكن زنيزي الخوت كيلتقط بهذه الكرة هذه وضاعت على الاتحاد. إذا هذه كرة رجاوية، يلا نحاولوا نمروا الدراري، نحاولوا نمروا هذه المباراة هذه الخوت بالذات، خصنا نماركيو، لكن الدفاع ديال الاتحاد الدراري خصنا نماركيو الخوت في هذه المباراة هذه بأي ثمن. إذا هذه كرة مرة أخرى رجاوية، يلا اطلق باس، يلا نحاولوا الدراري ندخلوا في مناطق العمق دائما، نبقاو نطلبوا كرة، يلا نمروا، لكن الدفاع ديال الاتحاد مرة أخرى الدراري وضاعت. إذا ضاعت هذه كرة مرة أخرى رجاوية، يلا اطلق باس، لكن بعيدة بعيدة بعيدة، نحاولوا نصلحوا الدراري، نطلقوا باس هنا وندخلوا في مناطق العمق. يلا مرة أخرى، يلا خطة ذكية الدراري والرأسية والهدف الأول الخوت. إذا الخوت 1-0، تمكننا باش نماركيو الهدف الأول الدراري دقيقة 41. الخطة اللي كانت واعرة الخوت، وهذه هي الاحتفال ديال اللاعب الرجاء باللاعب الخوت. إذا 1-0 الدراري على اتحاد طنجة. إذا خطة الدراري اللي درنا الدراري ذكية، دخلنا في مناطق العمق الخوت، طلقنا باس، دخلنا في مناطق العمق الرأسية اللي كانت مباشرة في الشبكة الدراري. 1-0، هذه هي الإعادة الدراري ديال الهدف والرأسية، ولا أروع على المجهد الخوت، أصبحت النتيجة 1-0. إذا هذه الكرة للرجاء وصلت 46، حاولوا نمروا ولا أحد واحد يفتح، لكن أرجعوا الكرة للدفاع وندخلوا مناطق العمق مرة أخرى. يا سلام على فنية يلا العرجون، يلا طلق باس مرة أخرى، يلا الحافيدي اللي حميدة حداد خرج كرة طويلة وضاعت. إذا هذه الكرة الخط مناطق الدفاع ديال اتحاد طنجة، لكن الدفاع الدراري وضاعت هذه الكرة هذه على الرجاء. إذا هذه كرة لاتحاد طنجة، وصلنا للدقيقة الأخيرة الدراري، باقي غالبين بواحد لصفر، نتمنى لو تسالي النتيجة هكا الدراري. يلا طلق باس، سال الماتش الخوت، ثلاثة نقاط جديدة في الدوري المغربي على اتحاد طنجة، والهدف الثاني ديالي بقميص الرجاء الخوت. إذا هدف جديد قادم للرجاء الدراري. هذو من نتائج الجولة 12 الدراري على اتحاد طنجة 1-0. إذا الخوت رجعنا في المركز الثالث 28 نقطة، المركز الأول نادي الوداد 30 نقطة، المركز الثاني الفاتح 28 نقطة كذلك. إذا الإحصائية اللاعب 9 المشاركات، تصنيف 7، 2 الأهداف، 2 صناعات الأهداف الدراري، 80 في الطاقة. إذا الخوت دابا عندنا الجولة السادسة الأخيرة في دور المجموعات، وهذه هي اللقطة ديال الهدف الدراري اللي ماركين عليها اتحاد طنجة، اللاعبين احتفلوا بنا الخوت.
اذا انا الدراري غنوقف الفيديو ديالي هنايا. كنشكركم على المشاهده ديالكم. الى عندكم باقي شي فكره خليوها لي في التعليق باش ديروها في هذه القناه هذه. وما تنساوش تخليو معكم لايك اللي مازال ما مشترك يشترك معنا. فتحياتي لكم. الله.